الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. خير نفران ان فيو اتنين بشيري نم بدمجمع اس اواب نوتي نقاط امين. ازيكم يا اولاد عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده هناخد الجزء الثالث من منهج الابت بتاعنا اللي احنا كنا بدأناه قبل كده مع بعض. هناخد خمس حروف جداد، هناخد كمان الكلمات بتوعهم من خمس حروف: قبة لفلة مي مي اكسي، قبة لفلة مي مي اكسي. هناخد راجع كمان على الكلمات اللي احنا بدأناها مع بعض المرات اللي فاتت. بس قبل ما نبدأ مع بعض عايزه اقول لكم حاجه، احنا بناخد حصه واحده بس في الاسبوع بناخد فيها خمس كلمات. الكلمات بتاعتنا مع الوقت ومع زياده الحصص هتبدا انها تكتر علينا، فهيبقى صعب شويه ان احنا نراجع القديم ونحفظ الجديد. فاحنا في البيت نحفظ كلمه واحده حتى في اليوم ونراجع على الكلمات القديمه اللي احنا خدناها قبل كده. احنا كل مره هنراجعها هنا معاكم، بس انتوا في البيت لازم تراجعوهم كل يوم مع التكرار، هنحفظهم ومش هننسى اي حاجه تاني فيهم تتوه منها. يلا بينا نبدا مع بعض. يلا بينا نراجع مع بعض. الفا الوم جبنه، فيتا فو شجره، غمه غلا لبن، دلتا عظام ادم، اي ارجو دجاجه، سو سوؤو انشكلكل ست اجراس، زيتا زوموس شوربه، ايتا ايبي قبه، سيتا كيساره كيساره، يوتا يال مرايه. كلمات بتوع النهارده: قبه قاش قلم، قبه قاش قلم، قبه قاش قلم.